مرة تانية شكرا كثير. معقولة أنت كنت متزوجة لهيك واحد؟ كيف تحملتي أربعة شهور؟ أنا آسف بس أنتم كانت أصواتكم عالية وسمعت شوي من كلامكم. أنت مو كنت بالمحل؟ ليش لحقتنا؟ سمعت كيف كان عم يحكي معك، خفتي أزيكي أم طلعت وراكم. أيوة، على كل أنا صرت شايفتك أكثر من مرة هون بالمحل. طبعاً أنا زبون دائم هون. الزبون بيشتري وبيمشي، مو بيضلوا طوال الوقت عم بيطلع على البنات. أنا ما كنت عم اطلع غير عليكي. أنتوا إمتى بتسكروا السوبر ماركت؟ الساعة 2 بالليل، وأنا اليوم مناوبة. بدك تضلي هون للساعة 2؟ طيب على كلٍ هي كرتي فيه رقم الموبايل ورقم الفيلا، أنا اسمي فؤاد الأزهري. إذا احتجتي شي فأنا بالخدمة. إذا حل عني ما رح احتاج لشي. طيب بركي ما حل عنك؟ أنا بعرف شاكر منيح، إذا اشتكيت عليه تليفون ما عاد يسترجي دقتي. طيب على ذكر التليفون فيني أخذ رقم موبايلك؟ موبايلي لا، بس رقم المحل تكرم عينك، تفضل. إيه؟ أمري لله. تفضل.